بنتي يا سامية، انت يا بنتي اللي تشكي في قلبك يا بنتي، تعالي افتحي الباب. يخرب بيتك على بيت قلة المزاج. طيب يا اختي انت ما تعرفش تقعد. مين؟ افتح يا ست نعيمة. مين على الباب؟ مروان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا خطوة عزيزة. عزمك دارك. اتفضل. ربنا يخليكي. اتفضل. يا دي النور يا دي النور. اهلا وسهلا نور. موجودة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اهلا وسهلا. اصل انا كنت في اسكندرية في مشوارك ده، قلت اجي اطمن عليكي وبالمره اشوف اخوي. هو مش هنا؟ لا للاسف، اصل انا دخلته مدرسه داخلي خميس وجمعه يعني كده بس اللي بشوفه فيهم، انما انت كده يعني لو بت عندنا ان شاء الله بكره تشوفه وتاخده في حضنك. والله كان بودي، بس انا لازم اكون في البلد الصبح. يا خساره، يا خساره الفرصه اللي راحت. معلش نبقى نعوضها ان شاء الله. قولي لي يا ست نعيمه، انت يعني سبت البلد فاجأة كده من غير لائحه ولا دستور، ليه؟ ما سبتهاش ولا حاجه، بس انا كنت هقعد فين؟ بيت بدري. اه صحيح، بيت بدري. بيت جوزك. اللي اعرفه عنك ان انت لا بتسيبي بيت جوزك ولا حقك. هو انت جاي ليه؟ جاي اطمن عليكي. واديكي اطمنت. بقول لك ايه يا اخويا، من ساعة ما جيت وانا عمالة ارحب بيك واهلا وسهلا وخطوة عزيزة، وانت عمال تلف وتدور. ما تقولي كده انت عايز ايه من الاخر؟ ماشي هقول لكم من الاخر. ريم وعادل عايزين منك ايه؟ وقلت لهم ايه يا ست نعيمة؟ ده انت بتراقبني بقى. اه كده اهو بعين بكسة كده اهو. انت كنت مرت ابوي وبعد كده مرات البدري، صاحبي وحبيبي. اي نعم كان في مشاكل بينا لكن خلاص اتحلت. اصل انا لازم اطمن عليكي، اصل عادل ده ما يتضمنش. بقول لك يا اخويا، انا مش صغيره ومحدش له كلمه عليا، وكلمتي من دماغي وبكيفي، ومحدش يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. ويكون في علمك كمان انا قلت البدري جوزي على كل حاجه، وهو قال لي انه هيتصرف. طالما قلت للبدري يبقى انا كده براءة. قولي لي يا ست نعيمة، انت ناوية ترجعي البلد تاني تطلبي حقك في مراسي عبد الحكيم ولا لا؟ السلام عليكم.